نجاوب لان الكلمه اللي لقى سي صلاح ابو الغالي لقاها بسميتو المكتب السياسي، وهذا الكلام اللي هضرتي عليه ماشي ابدا معارضه، بل كلام واقعي. حنا عارفين بان المجتمع ديالنا باقي فيه نواقص، كاين اشكاليات، كاينه هشاشه. واش تتخيلوا بان هذا الاصلاح كله غادي نفضيو 5 سنين؟ كاين واقع. اللي مهم هي كاينه اراده سياسيه مشتركه ما بين ثلاثه الاحزاب اللي كيشكلوا الحكومه باش يطوروا العيش ديال المغاربه. هذا هو اللي اساسي، ولكن ما غاديش نغطيو الشمس في الغربال ونجيو نقولوا حنا هذه الحكومه راه غادي تحل المشاكل كامله. هادو مشاكل اللي خاصها يمكن 10 سنين 20 عام باش الامور تصلح في العمق. حنا ما بغيناش فقط نصلحوا الصحيين، وفاش نتكلموا في الكلمه ديال المكتب السياسي على هذه المشاكل واللي مرتبطه بالنساء في العالم القروي، هذا واقع نعرفوا. فاش نهضروا بان كاين باقي مناطق اليوم اللي تحتاج للتنميه، لان مع الاسف ماشي جميع الجماعات الترابيه تطوروا بنفس الطريقه، باقي كاين مناطق اللي تحتاج الكثير. وانا كوزيره تاع سياسه المدينه يمكن لي نقول لكم بان كاين مؤشرات اللي في الحقيقه خصها تطور وخصها دار واحد العمل، وانطلقنا في برنامج باش نرفعوا مستوى التنميه ديال هذه الجماعات، ولكن هادشي راه غادي يطلب وقت. اللي مهم في الحكومه هي تكون عندها واحد الرؤيه، ان كاب، عرفت فين بغات تمشي، عرفت علاش جايه، وعرفت شنو هي الاولويات ديالها، وتظهر لي بان برنامج الحكومي اللي عرضناه قدام الحكومه ما خرجناش من السياق ديالو وما غيرناش وما بدلناش، وهذا الشيء هو اللي اساسي. انا قريت في الصحف هاد الايامات و سي مهدي بصيفتو وزير التواصل قال لي ودي راه كتبوا في الجريده الفلانيه الغياب ديالك، عاوتاني كتبت واحد الجريده اخرى. انا هادشي اللي ضحكني نقول لكم علاش، لان الواحد فاش ما تلقى ما يقول تيقول هادشي الحمد لله ما كتبوا لا بان فتح الفساد، ما كتبوا بان خلق ازمه داخل الحكومه، ما قالوا بان الحزب غادي يرجع اللور. انا كنعتبر بان هادو اللي ما شافونيش ما بغاوش يشوفوني. الحاجه الثانيه، ما حضرتش رئيس الحكومه، لان سمحوا لي نقولها لكم يمكن هذا سكوب، انا بشر انسان بحالي بحالكم. انت ما عمرك تيجوك الحلاقه؟ ما عمرك تضرك الضرسه؟ ما عمرك تضمرت؟ حتى انا كنجاوب. شنو زعما حيت انا وزيره عندي الحصانه، عندي الحصانه تاع صحتي؟ ما يمر بحال ما ولدي تيدوز الباك ما يمشيش نصو المدرسه نخليه. هادشي كاين، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. عيب وعار الى لقيتوا شي حاجه عليا ولا على حزب الانصار والمعاصره، وانتم مشكورين وقلتها لكم واحد المره، لان هاد حريه التعبير اللي كاينه في بلادنا وحنا تنتشبتوا بها تتمكننا حتى حنا كمسؤولين. ها هو واحد الصحفي ما نقولش سميتو، واحد الصحفي ما نقولش سميتو، بين لي انا واحد الميك داخل وزارتي، وكل ما كانش هذاك الصحفي يمكن ما غاديش نصيفط المفتشية لهذيك المؤسسه. وفاش مشات المفتشية تبين لي خلالات، وقلت هذاك السيد من المسؤوليه، وهذاك ما كانوش رجال ونساء الاعلام كيصعب علينا، لان حنا راه تنشتغلوا في وسط ملفاتنا وبغينا نحققوا الكثير، ولكن يجي يقولوا المنصوري بينا، المنصوري ما بيناش. شو المنصوري دا تخدم؟ هذا هو السؤال. واش المنصوري التزمت مع المغاربه بان غادي تخرج دعم السكن وبريضه صاحب الجلاله الحمد لله في الاجتماع تعطى 200 غلقه؟ واش من بعد 3 شهور 10000 تاع المغاربه المواطنات والمواطنين ما كانش عندهم دارهم وما كانوش عندهم الامكانيات بالدعم ديال اكثر من الثلث ديال الثمن؟ هذا هو اللي كيهمني. واش المنصوري مشات خدمات العالم القروي؟ واش التزمات بالمراكز الصعيده؟ واش المنصوري قالت لكم لان باش المغاربه يكونوا كلهم بحال بحال قدام القانون غادي تصدق على تصاميم تهيئه، وخاصه في المناطق والمدن الكبرى اللي عليها الضغط واللي تنعرفوا كيف الامور كانت تدوز مع لوبيات الفساد؟ هذا هو السؤال اللي خصكم تطرحوه. ما المنصوري بانت ولا ما بانت،
ما جيتش انا كندير عرض الازياء ولا شي حاجه، انا خدامه خدامه، واللي غيحاسبوني غيحاسبوني المغاربه في 2026. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.